كما بعث معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، أعرب من خلالها عن خالص التهاني والتبريكات لمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا معاليه عن بالغ الاعتزاز والفخر بالعلاقات الأخوية العريقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بفضل رعاية والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، والتي أثمرت عن علاقات متميزة على كافة المستويات والصعد، منوها معاليه بالدور المحوري الكبير الذي تطلع به المملكة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه لنشر الخير والسلام وضمان الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي والعالم. كما بعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين. احنا نحتفل باليوم بهذا العيد تقديرا لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى بما تقدمه للبحرين بشكل خاص وللمنطقة في منطقة الخليج بشكل عام وللعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع من مبادرات الخير والسلام والأمن والأمان. ولذلك احنا نقدر للشقيقة الكبرى هذا الدور الذي تقوم به لحفظ المنطقة، فما حققته المملكة العربية السعودية طوال هذه العقود صب في مصلحة الجميع وليس في مصلحة السعودية فقط، التقدم الاقتصادي والاجتماعي، الدبلوماسية السياسية، وأيضا المحافظة على الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب، كلها حمت المنطقة من الوقوع في براثن الضياع. السلطة التشريعية دائما تقف إلى جانب رص الصفوف على مستوى دول مجلس التعاون أولا وعلى مستوى الدول العربية ثانيا وعلى مستوى العالم ثالثا، ولكن يبقى إلى المملكة العربية السعودية وضع خاص في الحقيقة. ولذلك احنا كل ما نقوم فيه بالسلطة التشريعية من تشريعات ومن اقتراحات ومن مناقشات تتعلق بالجانب الخليجي والسعودي بشكل خاص نكون دائما داعمين لهذا التوجه، بل ومطالبين أن يكون أقوى وأكثر من ما كان.